السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا أفكار مشاريع كندية للتنفيذ في مصر. والنهاردة إن شاء الله هنقدم فكرة محل، أكلة محل أو مشروب محل. الفكرة دي مش متواجدة قوي في مصر، وبس هنا منتشرة جدا جدا، وما أقولكوش مربحة قد إيه. محلات اللي هي البابل تي أو الشاي الفقاعات أو البوبا تي أو الشاي التابيوكا. ايه هو البابل تي او شاي الفقاعات اللي هو التابيوكا؟ هو عبارة عن انواع مختلفة من العصاير مع الشاي، مع اهم مكون في العصاير دي اللي هي البوبا بولز اللي احنا شايفينها، في اللي هي الكرات اللي هي الملونة اللي في كل عصير دي، هي دي اسمها البوبا بولز او البيرلز بولز. بيرلز بولز دي هي الكرات دي عبارة عن كرات بتتعمل وتتحط في العصير، وبتديني زي نوع من أنواع الفقاعات كده في البق، ويعني بتزغزغ البق زي ما بيقولوا. المشروب ده أساسا كوري. فالبوبا بولز دهيت اللي هي البيرلز بولز دي مش موجودة في المحلات كده عادي ألاقيها، هي موجودة بتتباع بس على أمازون ومحلات الآسيوية، بس مش موجودة عندنا طبعا في مصر، صعب قوي نلاقوها، يمكن نلاقوها بس صعب قوي ان تبقى موجودة اللي هي البوبا بولز دي اللي هي أساس المشروب بتاع الشاي الفقاعات أو البابل تي. البوبا بولز دي هو ده فكرتي ان شاء الله، ان انا هقول لكم ازاي اعمل البوبا بولز دي من سكراتش، من الاول خالص اعملها ازاي، ايه مكوناتها، وبعدين بعد كده اقول لكم إيه عملنا العصاير دي ازاي، العصاير اللي احنا شايفينها دي ازاي. المكونات سهلة وبسيطة، الفكرة هي اللي جديدة، وما اقولكوش يعني كل الفرق ما بين العصاير دي والعصاير العادية اللي بنلاقيها في المحلات، اللي هي البوبا بولز اللي هو المكون الرئيسي في المشروب ده، واللي ده اللي بيخلي الناس تحب تجربه. انا نفسي اول ما جيت هنا مش فاهمة يعني ما هو عصير عادي يعني، فلما جربت اللي هي بوبا بولز دي لقيتها قد ايه طعمها جميل، بتعمل شكل يعني تعتبر كوجبة، لانها كنت باكلها، لان البوبا بولز دي لما الواحد بيشرب بياخدها في الاستروز كأنه بياكلها، فبصراحة بتبقى كأنها وجبة مشبعة يعني جدا، ودرينك جميل ولذيذ وجديد. فهو ده الفكرة الرئيسية، ان احنا نعمل حاجة جديدة مختلفة عن غيرنا عشان نشد الزبون، اتراكت الكاستمرز. طبعا انا في بداية الفيديو وريتكم اللي هو انا في المحل نفسه، وفي وباخد البابل تي قد ايه الانواع كتيرة، يعني انا الاربع انواع دول من انواع كتيرة جدا ممكن ان احنا نحطها في المشروع بتاعي او المكونات بتاعتي. طبعا المشروع ده مش محتاج فيلم او اجهزة كتير، هو محتاج بلندرز اللي هو خلاطات كويسة وفاكهة، واللي هو البوبا بولز اللي احنا هنعملها ونبقى مجهزينها. فالموضوع كتكلفة مش اوفر، لانه مش محتاج مكان كبير. اللي عايز يزود بقى مكنه فروزن ايس كريم او فروزن يوجرت، او عايز يزود يحط كريم في المشروبات دي تمام، لكن كمكن مش محتاج مكن ومش محتاج هيدك. هو كل الهدف الرئيسي في البولز دي ان انا لو عملتها صح هشتغل صح، وان شاء الله انجح صح الصح تمام كده. تابعوني، اول حاجة هنعملها النهاردة ان احنا هنعمل البولز، اوريكم ازاي بنعمل بولز فروم سكراتش من الاول خالص. البولز ده هي انا ليه اتعلمت ان انا اعملها، عشان خاطر صعب ان انتوا تلاقوها في مصر، فعشان اعملها لازم افهم اعملها ازاي، وبعد كده ابدأ اجراءاتي بالظبط، وبعد كده ان انا محتاجش ان انا اشتريها من بره، فده في حد ذاته توفير وتقليل للهدك. تمام، نبدأ كده نشوف البوبا بولز هنعملها ازاي وارجع لكم. ايه اللي انا محتاجاه بقى علشان خاطر اعمل البوبا بولز والبابل بولز اللي هي اللي بتبقى موجودة في الدرينكز ده؟ هي انا محتاجة كوباية من النشا، وربع كوباية من السكر البني، وتلت كوباية مية. يبقى كوباية نشا، ربع كوباية سكر بني، وتلت كوباية مية.
وهبدأ اشتغل انا كلية على كل البروسيس على النار، وهنشوف ازاي كده بقى. انا هبدأ اعمل المكونات كلها زي ما انا قلت على النار، بس انا نسيت اقول ان احنا محتاجين لون طعام. اللون ده يكون ازرق يكون اسود، يعني بيكون اقرب للبولز اللي احنا بنشوفوها في الدرينكس اللي انتوا شفتوها. فهبدأ اجراءاتي ان انا احط المية الاول على النار، احط المية وادوب فيها سكر البني، ادوب فيها السكر البني لغايه ما يدوب خالص، وفي نفس الوقت ممكن احط الايه، ابدا احط اللون بتاعي يكون يعني قاتم كده. هو اللون ده قاتم شويه، هيديني اقرب للون الاسود، هو اللون هنا اللي هو الازرق. فانا هبدا هنا، شوفوا اللون هنا اتغير خالص اهوت كده، الايه السكر بدا يدوب. وبعدين ابدا احط الايه النشا بتاعي، مش هحط النشا كله، انا هنحط جزء من النشا، مش هحط النشا كله، هحط جزء من النشا وابدا اقلب ونشوف البروسيس هتوصل لفين. هنا بعد ما داب السكر خالص ابدا انا حطيت النشا زي ما قلت، بدا يلم معايا زي العجينه، تمام هو ده اللي انا عايزاه اساسا. ابدا بقى احط باقي الايه النشا معايا، وحتى لو هنطلعه بقى بره اللي هي الصينيه دي خالص، وابدا المه زي العجينه خالص خالص، وهنشوف ازاي. اهو بدا كده، انا مش عايزاه ايه يلم هنا دلوقتي زي العجينه، انا عايزاه بره يلم زي العجينه، تمام. فهنا هبدا هنا بس ياخد الايه اللون بتاعه، وابدا المه جدا زي العجينه بره كان ده دقيق بالظبط. هنا زي ما احنا شايفين انا طلعت كل اللي كان موجود في الطاسه بتاعتي وحطيته هنا على الترابيزه عشان هبدا المه، انا مستنياه يبرد بس ويبدا يلم، يبدا يبرد اروح ابدا المه زي العجينه خالص، زي العجينه الملونه كده. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه، بس انا مستنياه يبرد شويه. هنا شايفين العجينه اهي، انا لمتها في ايدي خالص. كل اللي هعمله ان انا هنضف الترابيزه دلوقتي وابدا اقطعها قدامكم، ازاي اقطعها عشان اخليها بولز صغيره خالص. خلاص كده انا هبدا بقى اقطع الايه العجينه بتاعتي، اقطعها ان انا اعمل كوره صغيره واعملها زي البقسماطه، كوره صغيره زي البقسماطه علشان اطلع منها كور صغيره، بس اهم حاجه تكون متساويه، يعني انا هعملها بحيث انها تكون متساويه جدا، لان الكور لازم تكون متساويه، ما تبقاش في كوره اكبر من كوره. هي دي البروسيس هنعملها كده، مثلا نقطع بطريقه ايه متساويه، بس انا لازم اقطعهم الاول صوابع وبعدين ابدا اقطع بطريقه متساويه. خلاص كده انا قطعتها لبولز صغيره، البولز الصغيره دول حاولوا ايديكم تبقى اظبط مني في البولز، انا بصراحه ايديا مش بتظبط قوي البولز، خليها يعني حاولوا تخلوها زي قد بعض، هي مش هتبان قوي في الجلاس، بس احنا بنتكلم على شغل بروفيشنال وفتح محلات، فلازم تحاولوا ان انتوا تخلوها بولز صغيره وموجوده كلها متساويه بقدر الامكان. هي انا البولز بتاعتي كبيره شويه، انا قطعتي كبيره شويه، تمام. انا بقى الخطوه الثانيه اللي انا هعملها ان انا هغلي ميه على النار واخد البولز دي اسلقها على النار. طبعا البروسيس تلاقيها طويله شويه، بس هي طبعا اللي بيعمل كميات وهيحطها في الثلاجه مش هيحس بطول البروسيس ان شاء الله، اللي هي طول فتره العمليه الايه عمل البولز دهيت. انا هنا غليت الميه وهنحط هنا الايه البولز بتاعتي، وهسيبها في تغلي لمده 15 دقيقه بالظبط. اول ما تغلي هي هتلاقيها طلعت على السطح الميه كده على الوش كده، هنسيبها تغلي لمده 15 دقيقه بالظبط، وابدا اطلعها في مصفى، اطلعها في مصفى ونشوف تاني خطوه هنعمل ايه. هنا انا مستنيه الكرات، كرات البوبا ان هي تستوي، ابدا بقى اجهز اغراضي التانيه، ايه اللي انا محتاجاه عشان اعمل الدرينكس او العصاير بتاعتي بتاعت اللي هي البابل تي. انا هنا هعمل اربع انواع من البابل تي، نوعين اعتياديين هما ده اساس البابل تي اللي هو التي نفسه اللي هو الشاي نفسه، ونوعين فيهم عصاير تانية ملهاش علاقة بالايه بالشاي.
هو البابل تي لانواع كتير جدا 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 حسب ما انتوا تحبوا. في انواع بالفراوله، في انواع بالموز، في انواع بالمانجا، في انواع بالشاي بس وباللبن، في انواع بالشاي الاخضر، في انواع بالافوكادو، يعني في انواع كتيره جدا يعني اكتر ما تتخيلوا من البابل تي. اهم حاجه في المكونات اللي هي البوبا بولز، اللي هي البابل بولز نفسها، التابيوكا بولز اللي نفسها في الايه، في المكونات كلها. فانا هنا محتاجه ان انا اجهز، هنا انا مجهزه هنا فراوله فروزن، فراوله فروزن، ومجهزه مانجا مجمده، ومجهزه شاي عادي الشاي الاسود بتاعي، ومجهزه شاي اخضر، شاي اسود وشاي اخضر. والشاي الاخضر انا مزوده الباكيتات بس عشان انا عايزه اللون الاخضر كمان في الايه، في المشروب. ومجهزه زبادي لان انا هعمله العصاير زي السموزي، يعني هيكون زي السموزي فلازم مكون الزبادي. ومجهزه الايه، الحليب بتاعي اللي هو اللبن بتاعي، ومش مجهزه اي سكر لان السكر اوريدي في البابلز نفسها، البوبا بولز دهيت نفسها هي فيها سكر، فانا مش محتاجه ان انا احط سكر زياده. اللي عايز يحط عسل او سكر زياده تمام، انا بس حسيت ان هو السكر كتير اوريدي فمش كفايه سكر يعني. ومجهزه اللي هي زي الخلاطات بتاعتي اللي انا هعمل فيها، انا مجهزه 3 عشان اجهز فيها وبس. انا مستنيه بقى البوبا بولز ان هي تطلع. وانا يا جماعه اديت للبوبا بولز عشان تستوي اكتر من 15 دقيقه، يعني 25 دقيقه. ليه؟ عشان انا عايزاها تبقى زي جيلاتينيه شويه، يعني عارفينها تبقى، هنوريكم انا الشكل دلوقتي، تبقى جيلاتينيه شويه وتبقى سهله ان انا يعني لما حد يشرب العصير انها تطلع في الاستروز، الاستروز ده هي تطلع في الاستروز ويقدر ياخدها ويشربها لانها بيشفطها وياكلها اللي هي البولز دهيت. فانا عشان تطلع في البولز صح خدت معايا من 25 ل 30 دقيقه، يعني اديها سوا جامد عشان تبقى طريه جدا وزي الجيلو كده، وتقدر تبقى سهله جدا في العصير وتبقى شكلها جميل وطبعا طعمها اجمل باذن الله. تمام، انا مستنيه البولز وارجع لكم ونبدا نشوف العصير بتاعتنا وابدا احطها. كده البوبا بولز ده هي شايفين هنا كده بقت طرية جدا وجيلاتينية كده، وكمان شكلها بيلمع، شايفين هنا اللمعة اللي هنا بتبقى شكلها بيلمع ازاي، فهنا بقت شكلها حاجة تانية وشكل ويعني ملفتة جدا، هتبقى ملفتة جدا في المشروب. وطبعا طعمها جدا زي الجيلو، زي الجيلو بالظبط، انها سكر ونشا يعني مفيش حاجة جديدة فيها، طعمها زي النشا، سوري زي الجيلو. تمام، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هبدا اوزع الكميه دي بس في 2، وانا عامله كميه تانيه لسه هحطها في الاتنين التانيين، وابدا اعمل العصير بتاعي وايه ونشوف. تمام، انا وزعتهم في 2 كابس لسه، وهبدا بقى اعمل العصير بتاعي. هعمل عصير الفراوله وهعمل عصير المانجا. عصير الفراوله والمانجا ما فيهوش اي مكونات شاي، كل اللي فيه المكونات ان انا عايزه هوريه دلوقتي. اول حاجه عصير الفراوله هنحط ايه المكونات. هبدا اعمل عصير الفراوله. انا عصير الفراوله زي السموزي بالظبط، زي السموزي. طبعا لو تحطوا له ثلج يبقى حلو جدا برده، لو نحطه ثلج يبقى حلو جدا، بس انا هنا عشان هو فروزن انا ما احتاجتش ان انا احط ثلج. انا كل اللي هعمله ان انا هنركز اهوت الفراوله، واحط الحليب بتاعي يعني معلقتين زبادي كبار، شويه فراوله، الحليب بتاعي. تمام كده، كده كملتها. بس ابدا بقى اضرب مكوناتي واجهز الايه، العصير بتاعي. تمام كده العصير عندي جاهز، هبدا احطه في الايه، الكب بتاعي. تمام، شوف كده كده. تمام، بصوا هنا البولز هنا بتبقى في
العصير من تحت هنا، شايفين الشكل الجميل، وطبعا الطعم ما اقولكوش. واللي بيشرب العصير بيحس كأن في زغزغه كده في الايه، في البق كده، بتبقى طعمها ويعني احساس الدرينك نفسه جميل جدا. ادي اهو ده عصير الفراوله، وهبدا اعمل عصير الايه، المانجا. عصير المانجا نفس الفكره، هبدا مكوناتي عادي، احط برده معلقتين كبار من الزبادي. في يا جماعه ناس كمان اللي هو في بوبا تي، اللي هو البابل تي، في ناس تحط بتطلب ان ممكن يكون شاي في كل مكونات العصير، وده هو اساس البوبا تي برضو. يعني ممكن نفس العصير ده يتحط شوية شاي اسود او جرين تي، بيديني طعم جميل جدا برضو. يعني هو ميكس ما بين العصير والتي، بس في ناس تقول لا العصير لوحده والتي لوحده، اللي هي مشروبات التي لوحدها، فحسب ما يحب الزبون ايه. هل مشروبات العصير ميكس مع التي، ولا مشروبات العصير مختلف بعيدة عن التي نفسه. هنا انا هحط المانجا، شوية مانجا هنا، تمام، ليكم معايا هنا المانجا، وبعد كده زي ما قلنا الزبادي، المانجا، الحليب، زي السموزي بالظبط، زبادي ومانجا وحليب بس. خلاص كده وحاضره، واجهز عصيري يبقى تمام. كده العصير جاهز، ابدا بقى احطه في الكب بتاعه، تمام. احب المانجا انا جدا، واحنا هنا يعني احنا محرومين من المانجا المصري، بس الفروزن ماشي حالها معانا، يعني المانجا اللي هي الفريش، بس الفروزن ماشي حالها معانا. اهو بصينا هنا العصير، انا بعد ما حطيته هنا وهبدا اقفل الكب بتاعي. قد ايه شكله جميل، وقد ايه اللي هي البوبا بولز جوه العصير عامله شكل جميل جدا جدا. طبعا انا عندي اللي هي الكبس دي احلى بكتير، اللي هي الشفافه، عشان يبان فيها البوبا بولز دي الشفافه. بس انا يعني معلش جبت هنا مشجر شويه، يعني انا بحب البوبا بولز تبقى ظاهره، بس يعني معلش ما لقيتش ده موجود، فاضطريت اجيب اتنين مش شفافين، بس الشفاف احلى بكتير جدا في اظهار البوبا بولز ده هي جواها يعني. تمام، هبدا بقى اعمل عصيري التاني، اللي هو اللي بالشاي العادي، الشاي البلاك بتاعنا، الاسود بتاعنا العادي. بالنسبة انا للشاي بتاعي، الشاي انا كل اللي هعمله ان انا احط الشاي هنا اللي هو بتاعي البلاك. طبعا مش هنحط عصير، ليه مش هنحط عصير، سوري، مش هنحط سكر، لان البوبا بولز فيها سكر. اللي حابب زي ما بقول يحط سكر يحط سكر. هو شاي بحليب عادي جدا، وفي البوبا البوبا بولز، الشاي بحليب هنا والبوبا بولز، بس طبعا هيكون ايسي، لان يا ريت نحط ايه ايس على المشروبات، هتدي طبعا الطعم الايسي اكتر. بس انا هنا عشان انا متلجه الحليب فتمام، لكن انتم لو انتم حطيتوها ايسي اكتر هيبقى اجمل. هنا شوفوا البوبا بولز هنا، شايفينها هنا في قعر الايه، اللي هي البوتل بتاعتي اهي، شايفينها. وحطيت خلاص، هو شاي بحليب عادي جدا، اسمه اللي هو التراديشنال بتاعه، اللي هو الاساسي بتاع البابل تي، اللي هو الشاي بحليب بتاعي العادي. هنا بقى هبدا اعمل مكونات الشاي الاخضر. الشاي الاخضر لازم يبقى بالزبادي، الشاي الاخضر بالزبادي يعني لازم يتضرب بحليب وزبادي. فهنشوف كده اللي هو الشاي الاخضر طريقته ايه. ان انا هجيب هنا البوتل بتاعتي عادي جدا، سوري، الخلاط بتاعي الصغير ده، واحط الايه الزبادي، حط الزبادي. انا زي ما بقول لو في ايس يبقى هو طبعا الطريقه الاساسيه، وطريقه المحلات بيحطوا ايس، فالاحسن نحط ايس. وانا هنحط الايه الشاي بتاعي الاخضر، مش هنحط كتير، هنحط بس الشاي اخضر من اللي عندي، وابدا احط الحليب بتاعي، الحليب بتاعي اهو، وابدا اضرب المكونات. بس انا زي ما بقول لو في ايس يبقى احسن واحسن، بيدي طبعا طعم اقوى واحسن بكتير.
هبدا اضرب مكوناتي وابدا احطها في البوتل، يبقى انا كده جهزت. خلاص هنا المشروب الايه الاخير جاهز، شايفين البوبا بولز هنا شايفينها في الازازه. طبعا انا زي ما قلت الازازه الشفافه احلى، بتبين لي البوبا بولز. وسامحوني ان انا جبت الايه اللي هي المشجره دي، بس انتوا شايفين وايه واخدين بالكم من الفكره طبعا، اهو شايفين اهي في القاع. طبعا في البيع والشراء والمحلات طبعا يبقى الاحلى اللي هي الازايز الشفافه دي، طبعا بتجذب الايه الزبون. ادي بس خلصت هنا اتنين تراديشنال، اتنين تقليديين، شاي بلبن عادي وشاي اخضر بالزبادي بالبوبا بولز. ده الاتنين التقليديين لي اللي هو البابل تي، شاي الفقاعات او شاي التابيوكا او شاي البوبا. ده ايه ده هو دي اساميه. ده بقى ايه المكونات الاساسيه. وهنا عملت الايه الاثنين عصاير عاديه جدا ما فيهمش اي نوع من انواع الشاي. فانت ممكن او انت ممكن وانت بتسال الكاستمر انت عايز ايه مع ايه، يعني عايز ده مع ده مع ده. بس طبعا الاحسن ان انت تثبت انواع وتحطها في التشارت بتاعتك بتاعت المحل. صدقوني بتبقى يعني اسهل واحلى للزبون ان هو يختار، ان يعرف ان الفليفرز دي متناسقه مع بعضها وهو يختارها بسرعه. طبعا انا ما اقولكوش الطعم ايه، لان البوبا بولز دي بتتشفط في الاسترو وياكلوها، بتتاكل بتتاكل الاول تتمضغ جامد وبعد كده تتاكل زي البونبون كده، زي البونبون. البوبا بولز دي بتنزل في الاسترو، تطلع في الاسترو وتتاكل زي البونبون. تمام كده انا كده خلصت. اتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بمعلومه، واي سؤال تحت امركم على النكهات او نعمل ايه، اي سؤال تحت امركم. الموضوع مش مكلف خالص كمشروع، بس هو جديد، فكرته جديده جدا. انا معرفش هو موجود في مصر ولا لا، بس هو البوبا بولز الشاي الفقاعات اتوجد في الخليج دلوقتي، لكن انا معرفش بصراحه هو موجود في مصر فين. بس اذا اتوجد في مصر هيكون في اماكن محدوده جدا. فاتمنى اكون فدتكم معلومه، وسبسكرايب ولايك وفعل الجرس وكومنت، وتابعونا دايما في افكار جديده، وان شاء الله استنونا دايما في فيديوهات اجدد واجدد باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان غزال.